تبدو على وجهه علامات الجدية وهو يستعد لبدء العمل في مشروعه الصغير. مهند طفل في العاشرة من عمره يبيع الحلوى والمشروبات الساخنة والباردة للأطفال والعاملين في محيطه السكني الراقي، مستغلاً عدم توافر هذه المنتجات على مقربة منهم. جات لي الفكرة من كام شهر في أجازة آخر السنة، فكرت أنا واحد صاحبي نعمل مشروع باور بانك، بس صاحبة مامتي قالت لي ما ينفعش عشان في محلات كتيرة عاملاه، ففكرنا تاني فعملنا المشروع الكافيتيريا، فتحناه أول يوم ما نجحناش، وبعدين فتحناه اليوم اللي بعده عشان كنا مصرين نفتحها ونجحت. مهند حول أوقات فراغه وأجازاته المدرسية إلى بزنس تجاري يدر دخلاً، وإن كان بسيطاً نسبياً فهو على الأقل يكفل احتياجاته القليلة. وعندما بدأ مشروعه في الانتشار وظف معه بعض أصدقائه الذين يساعدونه في توصيل الطلبات وإعداد الحسابات. كل ما نجمع فلوس محدش هياخد، هنقعد نجمع 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 ونكبر في المشروع، نجيب حاجات أكتر، نجيب أدوات أكتر، نجيب آلات أكتر. بننشر فكرتنا إن إحنا كتبنا ورق وعملنا منيو وخلينا واحد يقعد يلف على الناس يقول لهم، وكل الناس جم، بس الأمن جه وقال عايزين تصريح ما ينفعش يقفلوا المكان، بس إحنا ما قفلناش المكان، والأبهات اتجمعوا وراحوا قالوا للأمن والأمن قال ماشي. مهند شوية في الحاجات العملية أقوى من الناحية دي، أقوى من الناحية الأكاديمية والدراسات والحفظ والحاجات دي، يحب يعمل بإيده حاجة، فعايزة أشجعه إن هو يبقى أي حاجة هو بيحبها، فمش عايزة أفضل بقى زي الأم التقليدية، لا لازم المذاكرة وبس ولازم الدراسة وبس، مفيش مانع أصلا يبقى في حاجتين جنب بعض أو ثلاثة كمان. وجد الطفل الدعم من أسرته التي تشجعه على العمل والنجاح، وهي صفات بات ينميها مهند الذي يرغب في توسعة مشروعه في الوقت الحالي كبداية لحلمه في أن يصير رجل أعمال. من القاهرة محمد محي الدين، اليوم على الحرة.